قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وخطابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الرسول الكريم. آية 32 من سورة النور. حديثنا أيها الأحبة تحت عنوان القرآن وأحكام الأسرة. نريد نغوص في آيات القرآن لكي نستخلص منها بعض أحكام الأسرة وإنشاء الأسرة والحث على التزويج، لأن التزويج هو الطريق الوحيد لإنشاء الأسرة كما سوف نثبت بعد قليل، لكن نحتاج إلى عدة مقدمات. أولا، الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان وأنزله في أرضه وطلب منه أن يسعى إليه عبر العبادة، جعل له هاديا على المستوى النظري وهاديا على المستوى العملي. الهادي على المستوى النظري هو القرآن الكريم، والهادي على المستوى العملي هم أهل البيت عليهم السلام، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. في كل حياة الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى فالطريق إليه هو هذين الطريقين: القرآن كدستور نظري، وسيرة أهل البيت عليهم السلام كحالة عملية. لأنه قد يكون القرآن لو طرح مثل هذا الطرح أن القرآن يكفي لوحده، فنحن نحتاج إلى تفسير للقرآن بحيث تتطابق أعمالنا كلها بما يقوله القرآن. احنا عندنا لما نجي للقرآن احنا متأكدين أن هذا الكتاب الكلام الموجود فيه ذو الدفتين هو قطعي الصدور من الله سبحانه وتعالى. كلنا نؤمن، كل المسلمين يؤمنون أن هذا القرآن الذي يقرأ هو قطعي الصدور، هذا متأكدين أنه صدر من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن القرآن ظني الدلالة، أنت تقرأ آية تفهمها بطريقة، أنا أقرأ آية نفس الآية أفهمها بطريقة ثانية، ذاك يقرأ نفس الآية أفهمها بطريقة ثالثة. فنحتاج إلى تطبيق عملي للقرآن، أحد طبق القرآن بصورة عملية عشان إحنا لما نريد نطبق القرآن هذا هو القائد، وهذا هو الأسوة، وهذا هو القدوة في تطبيق القرآن. لذلك الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث الثقلين المشهور والمتواتر والمعروف: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. القرآن جانب نظري والعترة جانب عملي. فإحنا لما نجي نقرأ القرآن آية من آيات القرآن نشوف العترة شلون تعاملوا مع هذه الآية، شلون طبقوا هذه الآية. إذا رأينا طريقة تطبيق العترة لهذه الآية نعرف أن مراد الله سبحانه وتعالى هو هذا. وهذا طبعا راح يخفف علينا حمل ثقيل من أن احنا نتعب ونتعب ونتعب عشان نوصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى من الآية. رقم واحد، فإذا عندنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان بعد أن خلقه في الأرض هادي عملي وهادي نظري.
في القرآن موجود كل ما يحتاجه الإنسان لتنظيم حياته. القرآن موجود فيه كل ما يحتاجه الإنسان لتنظيم حياته، تنظيم حياته شأنه الخاص، تنظيم حياته بينه وبين بني جنسه مع الآخرين، تنظيم حياته في تكوين الأسرة أيضا. يعني القرآن ما أغفل أحكام الأسرة وما جعلها واضحة في آياته، لا، احنا لما نجي نقرأ القرآن نشوف آيات كثيرة تتكلم عن إنشاء الأسرة، تتكلم عن طريقة إدارة الأسرة، تتكلم عن تنظيم الأسرة بحيث يحصل كل واحد على حقه ويؤدي كل واحد موجود فرد في الأسرة واجباته. تطبيق الآيات اللي تتكلم عن أحكام الأسرة في القرآن يكون عبر إنشاء الأسرة النموذجية. يعني القرآن لما جاء يتكلم لنا عن أحكام الأسرة تكلم في آيات عن الطلاق وعن النفقة، وتكلم في آيات عن العدة للمطلقة وإلى آخره، هذه أحكام أسرة، ولكنه قبل ذلك تكلم عن إنشاء الأسرة، وتكلم عن تسهيل إنشاء الأسرة، وتكلم عن الحالة التي يجب عليها أن يكون منشئ الأسرة من المودة والسكن والرحمة. فإجي إلى القرآن تشوفه يريد ينشئ أسرة نموذجية، القرآن يريد أن ينشئ أسرة نموذجية. هذه الأسرة النموذجية إذا كانت مثال إلى جميع الأسر، فالأسرة مثل ما يقولون علماء الاجتماع هي نواة المجتمع. إذا كانت عندنا أسر نموذجية فالمجتمع راح يصير نموذجي. لما يصير المجتمع متكون من أسر نموذجية، أسر إسلامية، فهذا المجتمع راح يصير مجتمع إسلامي حقيقي، وراح يصير مجتمع نموذجي حقيقي. انزين، لما انجي الى الاسر غير النموذجيه، الاسر المفككه، الاسر التي فيها مشاكل كثيره، لما انجي ندخل في عمق الاسر المفككه وندرسها دراسه حقيقيه، راح نشوفها انها بعيده عن احكام الاسره الاسلاميه بشكل واضح. أي أسرة تشوفها مفككة، في طلاق حقيقي موجود أو في طلاق عاطفي موجود، أو أنه ما موجود ترابط بين أبنائها، في مشاكل بين أبنائها، في مشاكل بين أفرادها، ترجع إلى أصل هاي المشاكل حتى وإن كان ظاهر أفراد هذه الأسرة أنهم متدينين. لما إجي تدرس هذه الأسرة المفككة تشوف أنها تفككت لبعدها عن الدين ولبعدها عن أحكام الأسرة النموذجية، عن صناعة الأسرة النموذجية. إنزين، قلنا أسرة واجد، طرحنا هذا اللفظ واجد، شنو معنات أسرة؟ شنو لغويا معنات أسرة؟ شنو اصطلاحا معنات أسرة؟ الأسرة لغويا هي الدرع الحصين للرجل، لغويا الأسرة الدرع اللي يحتمي خلفه الرجل يسمى أسرة، وأيضا أقارب الرجل من عشيرته من عائلته تسمى أسرته، أقارب الرجل يسمون أسرته، هذا لغويا. اصطلاحا الأسرة هي مجموع الرجل والمرأة المرتبطين برباط الزوجية، كل رجل ومرأة متزوجين هؤلاء أسرة، كل رجل ومرأة متزوجين هؤلاء أسرة، حتى وإن لم يكن لديهم أبناء، حتى وإن لم يكن لديهم أبناء فهم أسرة،
ما دام تزوج فهذا تطلق عليه هو وزوجته أسرة، لديه أسرة حتى وإن لم يكن ذو أبناء، حتى وإن لم يكن ذو أبناء. هذه الأسرة لها مكانة عالية في الإسلام، لها مكانة خاصة في الإسلام، لها مكانة مهمة جدا في الإسلام. ولما نجحنا نقرأ الإسلام نشوف أن الإسلام خلى ضوابط لبناء الأسرة، خلى أسس لبناء الأسرة، خلى طرق لبناء الأسرة. من البداية لما جاء قال تخيروا لنطفكم، من جاء قال تخيروا لنطفكم، لأن الإسلام يريد لك أن تنشئ الأسرة التي لا يكون فيها أو أقل موجود فيها عوامل وراثية تضر بالأسرة. هذا راح أتكلم عنه في ليلة من الليلتين الجايين. ولكن اللي نريد نوصل إليه أن الإسلام أعطى مكانة عالية إلى الأسرة وجعل أسس لبناء الأسرة النموذجية. من شوي إحنا قاعدين نقول أن القرآن رسم خطوط الأسرة النموذجية، ولما نجي إلى الأسر المفككة نشوفها بعيدة عن حقيقة الأسرة النموذجية. زين، وش سوى الإسلام؟ اضرب لنا أمثلة أو خل جيب لنا هذه الأسس التي تحرك فيها الإسلام. الإسلام عشان يبني أسرة نموذجية قرر أنه لابد أن يكون بين أفراد هذه الأسرة حالة كبيرة من المحبة ومن المودة ومن الرحمة. عشان الأسرة هذه تصير أسرة هادئة، تصير أسرة منتجة، عشان تصير أسرة نموذجية لابد أن يكون فيها مقدار كبير جدا من المحبة، لابد أن يكون فيها مقدار كبير جدا من المودة، لابد يكون فيها مقدار كبير جدا من الرحمة بين أفرادها. يعني الأسرة النموذجية لما يجيبنيها الإسلام يقول إليك الإسلام لازم تخلي جو الأسرة اللي أنت راح تبنيها جو محبة ومودة ورحمة، لازم يكون هاي ثلاث أمور موجودة في الأسرة التي تبنى على أساس نموذجي. اللي يريد يسوي له أسرة نموذجية المحبة والمودة والرحمة لابد يكونون أساس إلى أسرته. إشاعة المحبة داخل الأسرة بحيث أن الأولاد يرون محبة الأب إلى الأم، بحيث أن الآباء يشوفون المودة بين الأب وبين الأم، بحيث أن يشوفون الأبناء الرحمة من الأب إلى الأم ومن الأم إلى الأب. لما تجي إلى أسرة بهذه الطريقة الأبناء يعيشون هدوء داخلي، يعيشون راحة داخلية، يشوفون يحسون بالأمان. مو أمس احنا قلنا واحد من الحاجات، حاجات الأمان للإنسان، يحس بالأمان الابن، يحس بالأمان، يبتعد عن فكرة شبح الانفصال، لأن الضحية رقم واحد في الانفصال هم الأبناء. فلما يقرر الأب، لما تقرر الأم الانفصال فهم يجنون على أبنائهم، الأبناء هم المجني عليهم، الأبناء هم المجني عليهم. فلذلك الأبناء يخافون من هذا الشبح. لما يشوفون موجود مودة من الأب إلى الأم وحب من الأم إلى الأب، ويشوفون شقد الأب يحب أمهم، شقد الأم تحب أبوهم، يرتاحون داخليا، يبتعد شبح الانفصال عنهم، يتكون داخلهم ثقة ذاتية وتقدير ذاتي لأنفسهم، يتكون داخلهم ثقة ذاتية وتقدير مرتفع للذات في أنفسهم. أبوي وأمي يحبون بعض، من كذي إحنا دائماً
من ركز على الرجل وعلى الأم أنهم يظهرون مشاعر المحبة، يظهرون مشاعر المحبة بينهم، مشاعر المحبة تظهر بالكلمة، كلمة حليوة، من الأب إلى الأم، مشاعر المحبة تظهر بابتسامة رضا من الأم إلى الأب. هذه كفاية، هذه كفاية في صنع شعور، في صنع شعور المودة والمحبة والرحمة بين أفراد الأسرة. إذا كانت الرحمة هي المتحركة داخل هذه الأسرة، فثق واعتقد أن الرحمة من الله سبحانه وتعالى أيضا سوف تتحرك داخل هذه الأسرة. إذا أب ما يرحم أولاده، الله سبحانه وتعالى يقطع عنه الرحمة. إذا أفراد الأسرة ما يرحمون بعضهم، إذا أفراد الأسرة ما يرحمون بعضهم تشوف أنه في خلل داخل الأسرة. عشان كذي أيها الأحبة، إحنا لما ندعو إلى الرحمة وتحريكها قبل ما نتحرك، يتحرك نفس الغضب ونفس العقاب ونفس التأديب، والأفضل يقول الرسول يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن الله ليرحم الرجل، ليرحم الرجل، إن الله ليرحم الرجل لشدة حبه لولده. شقد الله سبحانه وتعالى يعطي رحمة، ينزل رحمة. هاي يمكن الرجل عنده مشاكل واجل ويا الله سبحانه وتعالى، عنده تقصير واجل ويا الله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى يشوف مقدار رحمة هذا الأب بأبنائه، أيضا الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الرحمة. فإذا تنبي تراخل رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل عليك، أبنائك موجودين، نزل عليهم رحمة من عندك. هني كثير ما يجي مفهوم سلبي في التربية، وهذا للأسف ممكن كان متأصل في الذهنية السابقة، وهو أنه التربية الخار اللي ما فيها مودة وما فيها رحمة وما فيها محبة هي اللي تصنع الرجال. أنا أبي أصنع رجل، فإذا أبي أصنع رجل لازم يعني أسقيه شظف الحياة، لازم أهيئه إلى العالم الحقيقي، أصنع واحد يقدر يعيش في هذا العالم. في ذهنية تفكر بهي الطريقة، عشان كذي يشدد أزيد، يمنع محبة، ما يظهر محبته إلى أبنائه. واحد كان موجود في حضرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول كان مخلي على فخذه الأيمن الحسن وعلى فخذه الأيسر الحسين، وكان يشبعهم تقبيلا، يمطرهم تقبيلا، شوي يلتفت للحسن قبله، يلتفت للحسين قبله. هذا الرجال موجود، فقال إليه: يا رسول الله، إن لي من الولد 12 ولد، ما قبلت أحدا منهم قط. فشوف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم شنو الرد لأثر. فقال له رسول الله: وما أصنع بك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ كل هذا أنت ما في قلبك، ما في رحمة. ولما طلع قال الرسول: هذا لئن مات على هذا، لئن مات على هذا فهو من أهل النار. فأنت تحتاج هذا الكلام، هي الفكرة الموجودة في أذهان الذهنية القديمة، وأتمنى أن يعني أذهاننا الآن خالية من هي الفكرة. هي الفكرة فكرة يعني ما أدري شلون أوصفها، بس حقيقة لا تنتج ولا تصنع رجل. يجي يقولك أنا بسوي، أنبي أسويه ذيب، فعلا أنت سويت ذيب، أنت فعلا سويت ذيب، سويت سبع، سويت أسد، بيطلع بيطلع إلى الشارع بيهجم على الناس، هذا اللي أنت صنعت، هذا صنيعتك، أنت ما صنعت رجل. هذا إذا أخذ بنت الناس
بيمارس عليها نفس انت ما مارست عليه من ألم، ما راح يعطيها محبة وما راح يعطيها أي نوع من الرحمة ولا مودة، ما راح يصل بينهم محبة ومودة أبدا. وبالتالي انت ورثت إلى أبنائك السبعية الافتراس، احنا يسمونه في عالم الحيوان، في عالم الإنسان ما موجود نوع من الأحكام الموجودة في عالم الحيوان، لا. المفروض اللي يتحرك بين الناس هو المودة والرحمة، فهذا اللي نحتاج يتحرك داخل الأسرة. فالإسلام لما يجي يصنع الأسرة يصنعها على أساس المودة والرحمة، ويصنعها على أساس المحبة، أن أفراد الأسرة يعيشون داخل الأسرة جو من المحبة. إذا واحد كان يشتكي من أن أبنائه يطلعون واجد من البيت، ما يحبون يقعدون في البيت، ما يحبون كذا، إذا كان البيت مليء بالتعاسة، مليء بعدم الرحمة، مليء بالغضب، مليء بالمشاكل، أكيد بيحب يطلع من هذا البيت، يحب يروح يقضي وقته أكثر برا البيت. وهذا ممكن بالنسبة للرجل أو إلى الولد أخاف، ولكن بالنسبة للبنت مشكلة. فعشان كذي الإسلام جاء وأكد على قضية الرحمة وقضية المودة. ثاني أساس يبني فيه الإسلام الأسرة النموذجية الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة. جاء الإسلام يضع هذا الأساس، احترام موجود بين جميع أفراد الأسرة، بين الزوج وزوجته، بين الزوج الأب وأبنائه، بين الأبناء وأبيهم وأمهم، موجود حالة من الاحترام ومن التقدير ومن إعطاء المكانة، وحالة من عيش الحقيقة الذاتية للآخر. الاحترام هو شنو؟ ان نعطي للثاني قيمة. الاحترام وش معناته؟ الاحترام معناته ان اعطيك قيمة، اعطي لي رأيك قيمة، اعطي لي وجودك قيمة، اعطي اليك قيمة، هذا هو الاحترام. يعني لما اقول ان فلان يحترم فلان يعني يعطيه قيمته. انت تخيل داخل اسرة واحدة اما الاب ما الى وجوده قيمة، ما إلى رأيها قيمة، أو أن الأم ما إلى وجودها قيمة، ما إلى رأيها قيمة، وبالتالي الأبناء ما إلى وجودهم قيمة، ما إلى آرائهم قيمة، ما موجود أي نوع من الاحترام داخل الأسرة، ما موجود أي نوع من الاحترام داخل الأسرة، معناته هذه الأسرة راح تأخذ طريقها للتفكك. بالتالي اللي راح يطلعون نتاج لهذه الأسرة أيضا ما راح يعطي أي نوع من الاحترام، شيء ما يعرفه هو ما يعرفه، ما حصله، ما ذاقه يوم من الأيام. فأنت لما يجي لواحد في المجتمع تطلب من عنده أن يحترم المجتمع، تطلب من عنده أن يراعي المجتمع، ما يعرف أنت وش قاعد تتكلم عنه، ما يدري شنو معنات احترام. ليش؟ لأنه ما ذاقه، هو نفسه ما ذاق الاحترام، هو نفسه ما يعرف شنو الاحترام. يعترف هو فقط يعرف أن يخاف، مو أن يحترم. يجي الأب يفرض احترامه على أبنائه بالصوت وباليد، فإذا مارس هذا الأمر الأولاد بيعطون صورة الاحترام، ما راح يعطونه نفس الاحترام. صورة الاحترام بيحصلها، ولكن قيمة الاحترام ما راح يحصلها. لذلك فقط منهم يكبرون وهو يضعف يصير هو غير محترم، ما إله قيمة، ما كذا، وهم بعدين أيضا ما يعطونه الاحترام اللي هو يطلبه، لأن سابقا كان يأخذ الاحترام من عندهم عن طريق التخويف. لكن لما يصير الاحترام موجود بين الأفراد، الزوج يحترم زوجته ويحترم رأيها، الزوجة تحترم زوجها وتحترم رأيه، الزوج عندما يتعامل مع زوجته ما يتعامل وياها مثل قطعة أثاث موجودة في البيت. ممكن واحد يجي يشكل علي، هذا واجد أسمع الحين انت الكلام اللي قاعد تقوله
خذوا الآراء واحترموا الآراء وإلى آخره. أمير المؤمنين يقول إلينا شاوروهن وخالفوها. كيف أنت جاي تقول إلينا؟ ناس واجد مو فاهمين هذا الحديث بصورة صحيحة. أمير المؤمنين قاعد يقول شاوروهن وخالفوهم، طبعا لفكرهم من هاي النوع يطالعون بس خالفوهم ما يطالعون شاوروهم. شو أمير المؤمنين قال؟ أول شيء شاوروهم بعدين خالفوهم. أما مراد أمير المؤمنين هو ماذا؟ مراده أنك تشاور شريكك في البيت، شريكك في الحياة، وتأخذ رأيه، تعطي إلى رأيه قيمة، وفي النهاية أنت رب الأسرة، أنت الذي بيدك القيموم على هذه الأسرة باعتبار إدارتك للأسرة وباعتبار قيمومتك على الأسرة. تستطيع أن تخالف. يعني أنا لما أخذ رأي زوجتي كأني أقول إنه مو ملزم بهذا الرأي، ولكن أخذه لأعطيها قيمة، أقدر أخالف هذا الرأي. مثال أنه أنا أجي بصبغ البيت، تعال وإيش رأيش نصبغ البيت وإيش بأي لون؟ ممكن هي تختار لون أبدا ما إليه، ما موجود، ما صبغة أسود مثلا، صبغة أسود، صبغة وردي، إن شاء الله ما في واحد بيت وردي، يعني صبغ لون مو محبب. أنت في بالك أنك بتصبغه أبيض مثلا أو بيج أو ما شابه، لكن لما أنت أخذت رأيها أنت أعطيت إلى رأيها قيمة، أعطيت إليها قيمة، أعطيت إلى وجودها قيمة، احترام. ما تحس أن هي شيء خارج التغطية، ما تحس أنهم ما إليها قيمة وما إلى رأيها قيمة. نفس الطريقة إلى الأولاد، نفس الطريقة من الأولاد إلى الآباء. لذلك يأتي الإسلام ويقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: وقروا كباركم وارحموا صغاركم. من الكبار إلى الصغار، من الصغار إلى الكبار حالة من التوقير، حالة من الاحترام، ومن الكبار إلى الصغار حالة من الرحمة التي فيها نوع من الاحترام. فيصير الأسرة أسرة مبنية. هذا لما يطلع ما يخاف يقول رأيه، ما يخاف أنه يتكلم. يسوون ورشة عمل، يسوون اجتماع في الماتم، يسوون كذا، منه عنده رأي، هو عنده رأي بس يخاف أنه يقول، لأن في البيت كان مقموع الرأي، كان غير محترم الرأي، فهني ما يتكلم. على كل حال، فهذا الأساس الثاني. الأساس الثالث هو من لكي نبني أسرة نموذجية: طاعة رب الأسرة. طاعة رب الأسرة. الله سبحانه وتعالى جاء لكي يجعل هذا العالم عالم منظم، جاء ضرب مثال واضح إلى المشركين. المشركين يقولون أنه مو مشكلة، الله موجود، بس عندنا بعد آلهة تشارك الله سبحانه وتعالى في تنظيم العالم. فجاء القرآن يدحض هذه النظرية: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله. ولو إيش صار؟ لفسدت. ما يصير، ما يصير اثنين راسين ينظمون، ما راح يصير في تنظيم، ما راح يصير في قيادة، يصير في تشتت. زين، إذا كانت الأسرة داخل الأسرة بنفس الطريقة، رب الأسرة المفروض هو القيم على الأسرة، والمفروض هو الذي يقود الأسرة، هذا ما إلى رأي قيمة، أو أنه الآخرين الزوجة الأولاد ينافسون رأيه، مو هو الرأي النهائي، ينافسون رأيه مو هو الرأي النهائي. وش بيصير داخل؟ بيصير تشتت، بيصير كل واحد يسوي لك على كيفه. لأن نفس الشيء في المجتمع، لو كل واحد يسوي اللي على كيفه يخترب المجتمع. نفس الطريقة داخل الأسرة، لو كل واحد يسوي اللي على كيفه يخرب، تخرب الأسرة. إذا ما زين، ممكن يجون يقولون ليش يعطى الرجل هذا الحق؟ ليش يعطى الرجل هذا الحق
الذي يجعله يتحكم في مصير الأسرة إسلاميا، مو يتحكم في رأي الأسرة. أنت لما تروح إلى الأحكام الموجودة فقهيا لأحكام الأسرة تشوف أن الأب ولاية بحيث ولايته بحيث ما يضر بمصالح الأسرة، ما يضر بمصالح الأسرة. فمو الأمر متوجه إليه على أساس أنه كأنما تنصيب، لا، إنما هو راعي، كلكم راع، كلكم مسؤولون عن رعيته. هو راعي إلى مصالح الأسرة، مسؤول عن الأسرة بحيث أنه يهيئ، المفروض أن كل رب أسرة مهيئ لقيادة أسرة، مهيئ لقيادة، مهيئ إلى تحمل هم الأسرة، مهيئ إلى تحمل النفقة عن الأسرة. عشان كذي نعطيه كامل الصلاحيات لإدارة الأسرة. يجي واحد إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ويقول إليه أن أنا سويت كذا إلى أبوي، والحين أبوي عندي فلوسي وكذا وإلى آخره. فحس الرسول الظاهر أن من عنده أنه يريد يتملص من ولاية أبيه، فقال له: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وما يصير بعد إحنا نقبل، وما يصير إلى أحد يقبل أن يغير هذا المفهوم ويعطي خلاف هذا الاعتقاد وخلاف هذا الحكم الشرعي القرآني. شلون؟ ما سمعناك حكي، قول. اللي عنده زوجتين الله يساعد، الله يساعد. احنا قاعدين نتكلم عن الحالة الإسلامية الصحيحة يعني. فالحالة الإسلامية الصحيحة هو بهي الطريقة، أن يكون الطاعة إلى رب الأسرة، لأنه إذا ما صار في طاعة إلى رب الأسرة ما راح يصير إليه إلى رأي قيمة، بعد يصير تشتت داخل الأسرة. يعني مثلا لو كانت يسمونه موجود، ماكو مشكلة إذا هو رب، يعني هو رب أسرة، لازم المفروض أنه ينفق على أسرته، من ضمن أسرته أبوه له. ما قلنا شيء، كلامه صحيح، من ضمن أسرته أبوه. فإحنا قاعدين نقول أنه لابد أن يكون في رأس للهرم داخل الأسرة. هذا أساس الثالث، الأساس الرابع والأخير اللي هو المطلوب. إحنا لما عطينا هذا رأس الهرم داخل الأسرة، أب عطيناه رأس الهرم داخل الأسرة، قلنا إليه بعد يجب عليك أن تتحمل نفقات الأسرة. النفقة من صوبك، أنت الذي تنفق على أسرتك بمقدار ما يتناسب معها. أما إن أنا أمسك إيدي، أضم إيدي، ما أنفق على أسرتي، واللي موجود في فكر بعض الشباب هذه الأيام أنه إذا جاء يتزوج يشترط أنه زوجته لابد أن تكون تعمل. ليش؟ ليش تريدها تعمل؟ لأن عشان يساعدني في ظروف الحياة. كثير منهم يعطي هذا المبرر. زين، أنت تدري أيها الشاب المقبل على الزواج أنها إذا كانت تعمل وتأخذ راتب فهذا الراتب حقها، ولا يصح لك أن تأخذ منه فلس واحد إلا برضاها. فإذا ضربت في رأسها ذاك اليوم وقالت خلاص، أنت لا تقدر تمنعها عن العمل إذا هي اشترطت بعد أنه لا يمنعها من العمل، ولا تقدر أنك أنت تأخذ من مالها. لذلك تجي الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج امرأة لمالها أوكله الله إليه. روح خذ من عندها، خذ الرزق من عندها،
أنت ما تريد الرزق إلا من عندي، تزوجتها لمالها، خذ الرزق، أوكله الله إليه، خذ الرزق من عندي. أنت جاي تقول إلينا أنه لا تتزوجون اللي يشتغلون، لا أحد يخلط. أنا قاعد أقول أنه النفقة عليك أنت، النفقة عليك أنت كزوج. أما أنك أنت تصير أساس الزواج، أنك أنت لماذا تريد أن تتزوج؟ أنا أريد أتزوج عشان واحدة تساعدني في ظروف الحياة، هذا مو أساس حقيقي للزواج، هذا مو أساس حقيقي لتكوين الأسرة. تكوين الأسرة النفقة على الرجل، الرجل هو الذي يتحمل نفقته، نفقة هذه الأسرة. فإذا جينا إلى هذا التكوين، هذه الأساسات الأربعة، نشوف أن الإسلام جاي يصنع أسرة نموذجية، حقيقة جاي يصنع أسرة نموذجية. ممكن أن واحد يجي يشكل ويقول أنه ممكن إنشاء أسرة بدون هذه، بهذه الأساسات الأربعة، ولكن من غير غطاء الزواج. ننشئ أسرة بغير غطاء الزواج، مثال ذلك شنو؟ أن يتخذ واحد خليلة حبيبة ويرزق من ورائها الأبناء ويعيشون في جو واحد، وهي الأساسات يحاولون أن يكون موجودة، ماكو غطاء للزواج. مثال آخر أن يكون هنالك أسرة ولكن لا تتكون من رجل وامرأة، بل تحت غطاء الزواج، ولكن بين رجل ورجل أو امرأة وامرأة، مثلية موجود موجود. احنا ممكن مجتمعاتنا ما موجود، ولكن هذه من نظريات الموجودة، يعني من أكثر من 6 شهور أقر زواج المثلية في أمريكا. ولما أقروا هذا الزواج أقروه تحت أي عنوان؟ مو من جانب ديني، لقد انتصر الحب. أوباما طلع وقال لقد انتصر الحب، أنه أقر هذا الزواج لأن هؤلاء يحبون بعض، مو من جانب ديني، لا طالعونه من جانب ديني، هذه مشاعر وتعرفون الحب وإلى آخره، فأقر. إحنا لما إنجل الإسلام، الإسلام خلى إلينا إطار الزواج أولا بين الرجل والمرأة لا غير، ما موجود نوع من الزواج المثلي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فيهما رجالا كثيرا ونساء. في الزواج المثلي ما راح يبث رجال كثيرا ونساء، سواء كان في الذكور أو في الإناث. لابد أن يكون هنالك غطاء الزوجية بين الرجل والمرأة لحفظ الحقوق، بدون غطاء الزوجية ما في شيء يلزم الرجل وما في شيء يلزم المرأة. شنو الزواج؟ هو الزواج مجموعة من الحقوق يلتزم بها كل واحد للثاني، الرجل يلتزم بمجموعة من الحقوق والمرأة تلتزم بمجموعة من الحقوق، يصير على كل واحد للآخر حقوق وواجبات، هذا هو الزواج. بدون هذا الغطاء، بدون هذا الغطاء ما في شيء يلزمني، ممكن يجي هاي المشاعر وإلى آخره، وهذه أحبها وإلى آخر، بس هذا ما موجود شيء ملزم. لما يعيشون الحياة الحقيقية وتحكم الحياة يشوفون لا احنا ما نصلح لبعض، خلونا نفترق، ما في شيء يلزمني ان انا ابقى في هذا الرباط، ولان ما في شيء يلزمني في اني ابقى في هذا الرباط اقدر ان انا اتخلى عن هذا الرباط. لكن مع الزواج يكون في الزام، يكون في الزام، هذا الرباط، رباط الزوجية يلزم الرجل بحقوق المرأة ويلزم المرأة بحقوق الرجل. تنشئ الأسرة الإسلامية بهذه الطريقة على الأسس اللي طرحناها وعلى رباط الزوجية، تنشأ الأسرة الإسلامية. وحين تنشأ الأسرة الإسلامية تكون الأسرة الإسلامية النموذجية مخرجة أجيال، مصنع أجيال، تصنع ناس يعتمد عليهم المجتمع،
تصنع ناس يبنون المجتمع، تصنع ناس يعمرون الأرض، غير ذلك ما راح يصنعون ناس إلا يخربون في الأرض، يخلون الأرض مكان سيء للعيش. ولما أجي أنا أشوف أسرة مثل أسرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كانت خير الأسر والتي كانت نموذج إلى الأسرة الصالحة، عائلة الرسول الأعظم، زواج علي وفاطمة، زواج أهل البيت عليهم السلام، أسر أهل البيت عليهم السلام، تشوف نتاجاتهم شنو؟ نتاجاتهم دائما أفضل ما يمكن لبناء المجتمع. وإذا كان عندك ولد، إذا كانت هذه الأسس موجودة وأنتج هذه الأسس أنتجت ولد يشابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلقه وخلقه ومنطقه، شقد يصير عزيز هذا الولد، شقد يصير عزيز. يوم من الأيام دخل مسيحي إلى مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في عصر الإمام الحسين عليه السلام، فاجتمعوا المسلمين عليه، ماذا تريد؟ لماذا تدخل المسجد؟ أنت مسيحي؟ قال لهم أنا أريد رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له رسول الله قضى من زمان، حفيده موجود. قال نادوا حفيده، نادوا الإمام الحسين عليه السلام، ماذا تريد يا أخي المسيح؟ قال له سيدي مولاي، أنا بالأمس رأيت في المنام رسول الله صلى الله جدك صلى الله عليه وآله وسلم والسيد المسيح، وقد طلب مني السيد المسيح أن أتبع دين جدك هو الدين الحقيقي. فقال له الإمام الحسين إن جدي قد توفاه الله سبحانه وتعالى من زمن بعيد، أتريد أن تدخل الإسلام على يدي؟ قال له نعم أدخل الإسلام على يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، دخل الإسلام. التفت الإمام الحسين إليه، قال إليه يا أخي المسيح، أنت تقول أنك رأيت جدي رسول الله صحيح؟ قال له نعم يا ابن رسول الله. قال له إذا رأيت جدي أتحفظ ملامحه؟ حافظ ملامحه؟ قال له بلى يا سيدي حافظ ملامحه. قال له أتريد أن تراه مرة أخرى؟ فقال له مستغرب، ألم تقل أنه قضى؟ كيف أراه؟ قال له انتظر هنيئا. أرسل في طلب علي الأكبر، جاء علي الأكبر ملثم، فقال له بني إلي أرخي اللثام، أرخى اللثام، نظر إلي هذا المسيح، قال هذا محمد، هذا محمد، هذا محمد. نظر إليه الحسين، قال له يا أخي المسيح هذا ليس بمحمد، هذا ابني واسمه علي الأكبر، وهو أشبه الناس خلقا وخلقا بجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أخ المسيح، لو أن عندك ابن كهذا وأصابته شوكة ماذا يحدث فيك؟ قال له سيدي ومولاي، أنا لو أشوف لو عندي ابن مثل هذا وتصيبه شوكة قلبي يتقطع عليه.